اليوم الوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل تشرع في تنفيذ الجزء الثاني من برنامج فرصتي اللي يتضمن تأهيل وتكوين المنتفعين بالبرنامج هذا في عدة مجالات على غرار التكوين الإشهادي في اللغات، التكوين في المهارات الحياتية، التكوين في تكنولوجيا الاتصال. اليوم نعقد 4 اتفاقيات مع المنظمات غير حكومية ومع مؤسسة وطنية هي الوكالة الوطنية للتكوين، الوكالة التونسية للتكوين المهني. كذلك اليوم نختتم آخر مرحلة في مرحلة تحضيرية لانطلاق برنامج عقد الكرامة. عقد الكرامة إن شاء الله ننتظر الانطلاق في أيامات قليلة، سيصدر في هذه الأيامات في الرائد الرسمي. شرفت على إمضاء 4 اتفاقيات بين الوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل من جهة، ووكالة تونسية للتكوين المهني من جهة أخرى، وأيضا مؤسسة أوبن كلاسرومز هذه ستارت أب فرنسية، وكذلك برنامج الأمم المتحدة للتنمية البنود، وأخيرا مايكروسوفت. الاتفاقيات هذه كلها تتعلق بالتكوين عن بعد اللي مش يستفيدوا به المنتفعين ببرنامج فرصتي، وأيضا 25,000 اللي مش ينتفعوا بعقد الكرامة. تعرفوا اللي في حكومة الوحدة الوطنية خصصنا لهؤلاء بالإضافة إلى الشغل أيضا التكوين مدة 2 سنين، مش نقوموا بالتكوين هذا عن بعد في المهارات الحياتية وأيضا في المهارات الأساسية.